أهلا بكم في تدريب زومي. سنتعلم في هذه الجلسة عن دورة التدريب التي تساعد التلاميذ لأن ينتقلوا من تلميذ واحد إلى كثيرين فيحولوا الرسالة إلى حركة. هل تعلمت قيادة الدراجة الهوائية؟ هل ساعدك أحد في تعلم القيادة؟ إن كان حصل هذا فأنت تعرف دورة التدريب. إنها بسيطة بخطوات أربعة: نموذج، مساعدة، مشاهدة، مغادرة. فكر في الوقت، ربما رأيت شخصاً يقود دراجة أولاً. هذا هو تقديم النموذج: نموذج، مساعدة، مشاهدة، مغادرة. تقديم النموذج هو أن تري شخصاً آخر مثالاً على كيفية عمل الأمر. حين يرى الطفل شخصاً يقود دراجة يفهم الفكرة فوراً. هذا هو تقديم النموذج. لا ينبغي أن يحصل هذا الأمر مرات عديدة. فكر في المرة الأولى التي قدت فيها دراجة. هل كنت ترغب في المشاهدة أم في محاولة قيادة الدراجة؟ ماذا لو لم يعطك أحد تلك الفرصة؟ إن الكثير من تقديم النموذج يؤثر سلباً في عمليات التدريب. فتقديم النموذج هو أن تري الشخص الآخر الكيفية ومن ثم تسمح له بأن يفعل. في المرة الأولى هل أعطاك المدرب الدراجة وذهب؟ الجواب هو لا. حين يتعلم الناس كيفية قيادة الدراجة فإن شخصاً آخر يكون قربهم ليساعدهم. هذه هي المساعدة. نموذج مساعدة مشاهدة مغادرة. المساعدة هي السماح للمتعلم بأن يتدرب على مهارة ولكن في الوقت نفسه دون التعرض لأذى. تستغرق فترة المساعدة وقتاً أطول من النموذج ولكن ليس أطول مما ينبغي. تتطلب بعض التوجيه، تتعلق بنقل الأساسيات وليس إيصال المتدرب إلى الكمال. إنها مساعدته في معرفة كيفية التعامل مع الدواسات. أيمكنك أن تتخيل إنساناً يركض جانبك بينما تبدل الضغط على الدواسات فتزيد سرعتك؟ لن يستمر في عمل هذا طويلاً. المساعدة هي أن تساعد شخصاً حتى ينطلق وتسمح له بأن يقود الدراجة قليلاً وحده. وحتى حين لا تكون يد شخص آخر على الدراجة فهذا لا يعني أنك وحدك. فعادة ما تكون هناك عين تراقبك ولكن عن بعد. هذه هي المشاهدة. نموذج مساعدة مشاهدة مغادرة. المشاهدة هي التأثير بالمتعلم إلى أن يصير صاحب مهارة كافية لأن يعمل دون الحاجة لتدخل خارجي. في ركوب الدراجة يمكن للشخص أن يبدأ ويسير بسرعة معقولة ولكن هذا لا يعني أنه يعرف قوانين الطرق. تهدف خطوة المشاهدة التأكد من أن المتدرب سيكون في أمان حتى حين لا يكون آخر معه. في هذه المرحلة من دورة التدريب سينمو المتعلم ويعلم آخرين كيف ينمون، وهؤلاء أيضاً يعلمون آخرين كيف ينمون. التلاميذ الذين يتلمذون تلاميذ حتى الجيل الثالث والرابع والخامس. المشاهدة هي التأكد من كون المتعلم ينمو وينضج وأن لا يكون مستعداً لمساعدة الآخرين فقط بل وقادراً على ذلك. تستغرق المشاهدة بعض الوقت، قد تحتاج لعشرة أضعاف وقت تقديم النموذج والمساعدة معاً وقد تستغرق أكثر، ولكن لهذا الانتظار قيمة كبيرة. في النهاية يركب المتدرب دراجته. هذه هي المغادرة والترك. نموذج مساعدة مشاهدة مغادرة. المغادرة شبيهة بالتخرج، فالطالب يصير معلماً والعامل يصير زميل عمل. وفي ركوب الدراجة الذي يعلمك القيادة لا يكون معك في كل مرة، قد يركب معك في بعض الأحيان أو قد تركب مع آخرين أو وحدك. المغادرة هي آخر هدية تعطيها لشخص تحبه، هدية الحرية. المغادرة والترك يتعلقان بإعداد شخص للذهاب إلى حيث ذهبت قبله وكذلك تشجيعه على أن يذهب إلى حيث لم تذهب بعد. نموذج مساعدة مشاهدة مغادرة. دورة التدريب من واحد إلى كثيرين، من مهمة ورسالة إلى حركة.